بسم الله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صدقة سقي الماء، مشروع البير سطحي، مشروع الحياة صدقة جارية، مقدم من فاعل خير من قلنسوة. جزاكم الله، حفظكم الله، اللهم تقبل هذا البير من طرف صاحبه، اللهم اجعل في ميزان حسناته، اللهم اجعل وسيلة لدخول الجنة، اللهم انزل عليه نورا من نوره، اللهم تقبل تبرعاته وصدقاته، اللهم اسقنا جميعا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، آمين.